عشان اتكلم في الايجابيات برضو. اكتر حاجه عجبتني النهارده هي فكره البدايه بال 4 3 3. عجبتني جدا فكره انك تحط سيرجينيو ديست وتحطه قدامه بدري علشان خاطر ميسي اللي بيلعب ناحيه اليمين مش هيرجع يدافع. ميسي كان بيلعب ناحيه اليمين النهارده واللي كان بيلعب مهاجم صريح كان انسو فاتي، علشان خاطر انسو ممتاز جدا في الهجمات المرتده والراجل بيستفيد من سرعاته في الهجمات المرتده. وناحيه الشمال كان بيلعب بفيليب كوتينيو، وكوتينيو لعبها كتير، وورا كوتينيو كان بيلعب وراه فرانك ديونج، وكان بيلعب وراه جوردي البا. كانت نقطة قوة الفريق الهجومي ناحية الشمال. وناحية اليمين أهم حاجة إن أنا أسد جبهة الشمال القوية جدا بالنسبة لريال مدريد، اللي هيكون فيها ميندي وهيكون فيها فينيسيوس جونيور، ووراهم هيكون بيغطيهم توني كروس. كانت فكرة حلوة بصراحة، عجبتني جدا الفكرة دي وعجبتني جدا الموضوع ده. بس المشكلة كلها لما لبسنا الهدف الثاني، لو هنتكلم بتسلسل فبرشلونه والريال بداوا المباراه بصراحه مفاجاه كبيره جدا للعالم. يعني الناس كلها ما كانتش متصوره الكلاسيكو ممكن يطلع ممتع جدا 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 بالطريقه دي. يعني الناس كلها كانت بتقول ان الماتش هيكون بارد، هيكون ممل، هيكون رخم، هيكون زي الكلاسيكوين اللي فاتوا، هيكون ملهمش طعم. بس بصراحه النهارده كانت مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لجمهور العالم كله اللي انبهر بالكلاسيكو وانبهر ان فعلا الكلاسيكو بمن حضر. كريستيانو مش موجود، ميسي مش موجود، ذهنيا، هازارد مش موجود علشان مصاب، مفيش نجم قوي في ريال مدريد تقدر تحطه قدام ميسي في غلاف المباراه. بس برغم كل ده ريال مدريد عرف يكسب. تخيل بقى الازمه اللي احنا فيها والمعضله اللي احنا فيها، ريال مدريد بيلعب قدامنا بمستوى سيء وريال مدريد منتظر ان انت تكسب ريال مدريد في الكامب نو عشان خاطر تغطي الخساره المباراه اللي فاتت. لا احنا لازم نعتمد على الناس، يعني لازم نكتشف ان احنا عندنا مساكين بيضيعونا، وعندنا مساكين في عالم كرة القدم ما ينفعش ان هم يكونوا موجودين في فريق كبير، ما ينفعش يكون بيكيه وما ينفعش يكون لانجليه تبني عليهم فريق، وما ينفعش كمان ان انت لسه ما عندكش جرأة ترمي سيرجيو بوسكيتس على الدكة. مفيش، سيرجيو بوسكيتس مش موجود، وما ينفعش انت تكمل بيه كل ده، حرام حرام، ارحمونا حرام. وبعد ايه يعني بعد ما لبسنا الهدف الثاني اكتشفنا ان رونالد كومان مش مصدق ان الفكره بتاعته ان انا اغطي الاطراف بتاعت ريال مدريد فشلت، وان الفرقه انهارت بعد الهدف الثاني، ومفيش اي افكار ومفيش اي فكره ان انا اغير عم كومان، غير، لا انا هغير في الدقيقه 80. يخرب بيتك انت بتنيل ايه؟ طب حتى طلعت انسو فاتي ليه؟ طلعت انسو ليه؟ ما كوتينيو كان باين ان هو تعب، وليه اساسا التغيير الاخير دي بتاع جوردي ألبا؟ يخرب بيتك انت بتنيل ايه؟ ليه شلت جوردي من اخر المباراه؟ ليه الحته الوحيده اللي كانت قويه شلتها؟ اصل عثمان ديمبلي هيسد لوحده ناحيه الشمال، ليه؟ علشان خاطر حاجه حلوه او حاجتين حلوين عملتهم في المباراه تيجي خاربها قوي كده في الاخر؟ ليه طيب؟ ما الواحد عايز يفهم، انت مش جاي تعمل ثوره؟ لو ما جبتش دفاع قلنا لك هتفشل، عشان انت حمار، عشان اللي قبلك افتكروا ان الموضوع كله موضوع مدربين وانا اللي هاجي اجيب التايه. جيت انت جبت التايه، ما جبتش اي حاجه علشان خاطر معاك جوز بهايم مدافعين، يعني راموس لبسها لك وضحك عليك تمام، بس انت حمار لما تشد راموس من ورا، ومصمم انت تشد راموس من ورا، ولا ما فيش حاجه يا كابتن، لا لبسنا ضربه الجزاء الموضوع اتغير تماما. الفرقه اللي كانت واقفه صح جوه الملعب ما بقتش واقفه صح، علشان خاطر بقى التقدم رايح منها لريال مدريد، ما عرفناش ان احنا نعمل زي الشوط الاول ونرجع بدري علشان خاطر الثقه ما تقدرش تروح مننا، عشان احنا فريق الثقه رايحه منه من زمان. فلما الثقه راحت منك بعد 2-1 ريال مدريد بدا يحس ان هو تقيل عليك في الملعب، بدانا نلاقي ان اللعيبه بتلعب باريحيه اكتر من اللي هم كانوا بيلعبوا بيها في الشوط الاول. يا راجل ماركو اسانسيو النهارده تحس ان هو الراجل رايق وبيعمل كل اللي هو عايزه، كعوب وبساطه وبيلعبوا على الاطراف من رجل لرجل، وكانت بالنسبه لهم زي الفل الشوط الاول. تحس ان في اريحيه كبيره جدا من لعيبه ريال مدريد في المباراه، مش خايفين، عكسنا احنا لما لبسنا الثاني خلاص الوضع اتغير خالص، ما حسيناش احنا بقيمه التاخر في الشوط الاول علشان خاطر رجعنا بسرعه، انما الشوط الثاني لما ما رجعناش بسرعه ولما استنينا بان قوي ان الفرقه ما عندهاش، بان قوي ان الفرقه الثقه رايحه خالص، بان قوي ان احنا ما عندناش مهاجم مركز 9، ودي بنتكلم فيها من اول السنه لما مشينا سواريز. قلنا يا عندكم مين مكان سواريز؟ قلتوا لنا جريزمان، قلنا لكم ده لعيب علم، ده لعيب مش هيسد مكان سواريز عشان خاطر ده لعيب اوفر ريتد وواخد حجم اكبر من حجمه علشان خاطر هو ما يستحقش يكون موجود في النادي. قلت له ده هينجح وهياخد راحته بس ميسي يحبه، بس هو يلعب ناحيه اليمين، بس هو يلعب فيرود، بس هو مش عارف يلعب باليه. يا عم لعيب فاشل وما ينفعش يلعب في برشلونه، اقتنعوا بكده ارحمونا. قال لك لا بس احنا طلعنا بمكاسب حلوه النهارده. ايه بقى المكاسب؟ سيرجينيو ديست كويس، لعيب ممتاز جدا ولعيب جيد، علشان خاطر انت كان عندك باك يمين معتوه اسمه سيرجيو روبرتو برضه ما رضيتش ان انت تبيعه،
تمام، طلعت بمين تاني مكاسب؟ طلع انا بكوتينيو مكسب النهارده كلاعب كويس وكان عامل مباراه كويسه. يا ابني احنا بنضحك على نفسنا، طول ما احنا ماشيين بالاثنين مساكين دول اللي ما يسدوش معانا لحد نص الموسم هنتشلوح. يا ابني انت هتلعب الماتش الجاي ده يوفنتوس في دوري الابطال باراخو واسمه ايه ده لانجري. يا ابني ده احنا اساسا كنا مرعوبين ان احنا نبدا الاسبوع بخساره وننهيه بخساره في يوفنتوس في دوري الابطال. يا ابني ارحمني يا ابني يا ابني. انا عارف ان كومان ما كانش مطلوب منه ان هو يكسر الدنيا في الموسم، بس قلنا لما كومان يجي ويوعدنا ان هو يعمل ثوره ما ترسيش في الاخر ان هي تبقى راكي وفيدال ويقول لك انا عملت ثوره. ثوره ايه؟ ثوره ايه؟ عملنا ثوره عشان خاطر بيجي يجدد جدد وتنزل على 50% من مستحقاته. يا ابني انا مالي الاداره بتحب توفر؟ انا مشجع كره قدم، عايز اشوف فرقتي بتلعب كوره. انا كنت مبسوط جدا وكنا عندي انبهار الشوط الاول، برشلونه تلعب كوره سريعه وبرشلونه عندنا فكره ان احنا نلعب على الهجمات المرتده. الله، ده احنا لو ما كانش عندنا لعيبه بتعرف تلعب على المرتدات عشان كان عندنا ميسي وكان عندنا سواريز الاثنين ابطا من بعض، انما المره دي لا احنا عندنا لعيبه صراحه وعندنا لعيبه كويسين. طب تمام، هل تقدر تقول ان الفرقه كويسه؟ ما تقدرش تقول كده عشان خاطر ما ينفعش يكون عندك فرقه كويسه ما عندهاش اثنين قلوب دفاع ضايعين. يوم كويس غيرنا احنا الباك اليمين اللي كان فيه كوخه والباك الشمال بتاعنا لسه بيهاجم بس برضه الاثنين قلوب دفاع ميتين. كان بيغطي كل الحاجات. تريشتيجن اللي ما عجبكش بعد مباراه بايرن ميونخ؟ مش تريشتيجن ما كان بالنسبه لك احسن حارس في العالم ولما اتغلبنا من بايرن ميونخ بقى كوخه ويع؟ شفت النهارده نيتو؟ هتقولي ما هو شال كور حلوه. اقول لك طب ما الهدف الثالث ده بتاعه يا ابني. انا اتعب نفسي معاك ليه؟ انا اول موسم بقول لك الفرقه كده كده ضايعه ورونالد كومان مدرب ضايع وجاي يكمل السنه عشان خاطر هيكون جسر ما بين كيكي وما بين فالفيردي لحد ما نوصل لتشافي، وده انا متاكد منه ان كومان مش هيعمل معاك اي حاجه. بس انا برضه مشجع برشلونه، طبيعي ان انا ازعل وطبيعي ان انا اتقهر بسبب ان انا خسرت قدام ريال مدريد بمستواه الحالي 3-1 في الكامب نو وكانت مرشحه للزياده. اقول لك احنا فعلا احنا خلاص 3-1 دي عادي، احنا خسرنا 8 قدام بايرن. خسرنا المرحله معانا بقى لربنا. ما تفهمش الدنيا بالنسبه لنا رايحه فين. وناس كتير عندها تفاؤل، نفسي اعرف الناس دي جايبه التفاؤل منين. لو انتوا تعرفوا التفاؤل ده الناس دي جايباه منين قولوا لي. الف مبروك لجمهور ريال مدريد. بس عايز اقول لك حاجه، ريال مدريد برده واقع. يعني انت عملت ماتش عليا حلو كنت كويس، بس برده انت فرقه واقعه. بس يلا اقول ايه؟ عايز تعمل لايك يعني مش عايز تعمل براحتك.